أنابت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله سمو الشيخ نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة. حرم سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة نائبة رئيس مجلس أمناء المبرة الخليفية رئيسة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة البحرية، وذلك لحضور حفل تخريج الفوج العاشر من طالبات الجامعة الملكية للبنات في فندق سوفوتيل البحرين. وبهذه المناسبة أعربت سمو الشيخ نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة عن فخرها بتخريج دفعة جديدة من طالبات العلم اللواتي ختمن مسيرة سنوات عدة توجت بنجاح وتميز، مشيرة إلى أهمية دعم المرأة في مسيرتها التعليمية عبر تمكينها والارتقاء بها علميا ومهنيا في كافة مجالات المجتمع، مشيدة بدور الجامعة الملكية للبنات في دعم المخرجات التعليمية للمرأة عبر هذه الدفعات من الخريجات التي تساهم بشكل مباشر في دمج وتشجيع المرأة كشريك ذي قيمة في بناء التنمية الوطنية للدولة. هذا وتفضلت سموها بتسليم شهادات درجة البكالوريوس لخريجات الدفعة العاشرة، وبحضور الأستاذ وليد الزامل عضو مجلس الأمناء للجامعة الملكية للبنات، والدكتورة منى سوري رئيسة الجامعة الملكية للبنات بالإنابة. وكانت رئيسة الجامعة الملكية للبنات بالإنابة الدكتورة منى سوري قد ألقت كلمة خلال الحفلة عربت فيها عن شكرها لصاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله على رعايتها المتواصلة لحفل تخريج طالبات الجامعة الملكية للبنات. وفي الختام قدمت الجامعة الملكية للبنات لوحة فنية تذكارية إلى سمو الشيخ نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة من إعداد الخريجة والفنانة نجلاء الموسوي خريجة ماجستير الفنون الجميلة.